أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من عقارات ويا مايك عقراوي. واليوم موضوع الحلقة راح يكون حالة العقار مع الشهر السابع، وعلى الموضوع الآخر اللي هو عندنا أسئلة جاتينا من قبل الزباين راح نجاوبها. بالنسبة لحالة العقار مع الشهر السابع، احنا دا نشوف عقارات دا تنزل شوية، دا يصير عندنا أقل بيوت دا تنزل من قبل. ما أعرف، يمكن لأن هي سنة انتخابات أو شوية الناس دا تكون شوية قلقة من موضوع الانتخابات. بالنسبة للفائدة، هي بعدها بين ال 3.9 وال 4، بعدها الفائدة كل الزينة بالنسبة الأسعار قبل. سو تقدر اللي يريد يسوي ريفاينانس أو اللي يريد يشتري هسه ويطلع القرض همينه يقدر يستفاد من هذا الموضوع مع الفائدة إنه قليلة. بالنسبة لأسعار البيوت، هي تقريبا ثابتة، ما صعدت من بداية السنة لحد هسه. وبالنسبة للبيوت، هي دا ينزلون تقريبا عندنا معدل 10 إلى 15 عقار دا ينزل بمدينة الكهون. عندنا بالنسبة للأسئلة اللي سألوها، اكو مثلا اول سؤال، الدلال اللي يمثل المشتري هذا ايش قد ياخذ من المشتري؟ الجواب مالتها انه ما ياخذ الدلال اللي يمثل من المشتري اي شيء من المشتري، لان ابو البيت هو نفسه يدفع الدلالية. اكو السؤال الاخ، اذا حصلت لون وما لقيت بيت وغيرت رأيي ما اريد اشتري، ايش راح اسوي باللون؟ بالنسبة للون اللي تحصله، هو انت راح تحصل ابروفل لتر من البنك انه ينطوك مثلا مبلغ معين اللي هو 500 او 400 الف، بس مو معناته راح ينطوك الفلوس ويخلوها يمك. ما راح ينطوك الفلوس اذا ما تسوي كلوز للاسكرو او تسد المعاملة، يلا يحولون الفلوس للبنك على مود يشترون هذا العقار اللي انت تشتريه. بالنسبة للسؤال الاخ، يقول اذا لقينا اضرار بالبيت منو يتحملها؟ طبعا هاي راح تصير عملة بيننا وبين ابو البيت، ونحاول انه اذا يصلحها وينطيك كريدت. عندنا السؤال الاخ، مثلا اذا ما اتفقنا على البيعة او ردنا نغير رأينا، العربون مالتنا ايش راح يصير بيه؟ طبعا عندك 17 يوم من تشتري البيت اقدر ارجع لك العربون. طبعا وياي يعني I'll make sure انه اتأكد انه كل شيء يكون بحماية المشتري على مود فلوس لا تروح ولا يخسرها، ورتب هاي الأمور كلها بحيث إنه نضمن كل شيء يكون مضمون للمشتري بالنسبة للإنسبكشن والمثمن والفحص مال البيت والأضرار، وبعدين إنه الديبازيت إذا ما اقتنعوا هم يرجع لهم إياها 100%. هاي الأسئلة مال حلقة اليوم، وإن شاء الله يكون الناس دائما إذا عندها أي استفسار أو سؤال نجابه. أنا مايك عقراوي، وكيل عقاري، ورقم تليفوني 619-961-9909. شكرا.